سلام عليكم يا رجاله. تعالي يا غالي. المكان ده انت جايبانا هنا ليه؟ هفهمك. اقعدي. انا مش فاهمه حاجه. هفهمك. وليه خليتي الرجال ينقلوا سلاح للمخزن؟ عشان سكر. عشان اسم سكر ما ينفعش يغيب عن السوق اكتر من كده. عشان اللي غدروا بيه وفاكرين ان هو ملوش ولد ياخد بطاره يترعبوا ويكشوا لما يعرفوا ان المشيئة رجعت تاني وقفت على رجلها. دم سكر ما ينفعش يروح خضر. عندك حق. خلاص يبقى لازم نخلص من مهران. عبد الله كان عايز يعمل كده بس انا كنت مستنيه انك تتعافي وتقومي بالسلام. بس ان الاوان ان مهران يتحاسب. مهران ده ديل الكلب. حسابه معايا في الاخر. انما سكر كبير وحسابه طار ويتاخد من الكبير يبقى مع هاني. بس انتي قلتي لي قبل كده ان هاني ده علاقاته تودي ورا الشمس وان عظمته ناشفه قوي. وانا راسي انشف. وعظمه اللي ناشف ده يا غاليه لكسره ويبقى اللي مهوله بقى في قفه. هاني ده هيدفع تمن غدره غالي قوي يا غاليه. خلاص اللي انتي عايزاه يمشي يا ست مشيئه وانا معاكي وفي ظهرك. دم صقر غالي قوي مش هيروح حاضر. عشان كده يا بنتي انا عايزه اقول لك على حاجه. انا مش قاعدالك. ما تقوليش كده بعد الشر عليكي ربنا يخليك. اسمعيني بس يا غالية وما تقاطعنيش. انا عايزاكي تفهمي كل حاجه. عايزه اعلمك كل حاجه عن السلاح من اول ضرب النار لغايه ما تعرفي تفكي وتركبي. مش عايزاكي قليله. مش عايزه حد من الصبيان يستقل بيكي يا بنتي. فهماني؟ ايوه ست ماشيه. بس انا عمري ما مسكت سلاح. ده لما كانوا يضربوا نار في الافراح في الحته كنت اجري استخبى من خوفي. كان زمان بقى. خلاص دلوقتي الوضع اتغير. تعالي تعالي يا بنتي. ترى اللي حصل ده معناه ايه؟ معناه ان الدنيا بتديك فرصة تانية عشان تبقى من نصيبك؟ لو تعرف يا غالية انا بحبك قد ايه؟ مفيش حاجة هتتغير طول ما انت قاعد كده وحاطط ايدك على خدك. هتفضل ساكت كده لحد ما تضيع من ايديك تاني يا عبد الله. طب اعمل ايه؟ هروح اقول لها اني بحبها وجوزها لسه ميت؟ ما يصحش. لا 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 ما يصحش. طب هستنى اكتر من كده ايه؟ 40 يوم عدوا يا سيدي. بلاش تقول لها. لما احلقها لا خليها تحس مره واحده انك بتحبها وانها مش اختك زي ما بتفضل تقولك.